اكيد طبعا بليغ هو اللي قالك تملي دماغ الواد الغلبان ابني اللي ملوش خبره في اي حاجه وتفهميه ان هو عايش في سجن وانه لازم يمشي ويبعد عن امه اللي عايش معاها اللي عامله زي الشيطان دي. انت بتكتبي ايه يا بت؟ ولا حاجه، كملي حضرتك. انا خلاص خلصت. طيب بصي يا أسرية هانم، مش بليغ اللي طلب مني اقول كده لطارق، انا اللي قلت له كده من نفسي. يخرب بيتك يخرب بيتك اسخم واضل. هو انت فاكرك انك هتعصبني عليا وانا هعديها لك؟ مش تفهمي الاول انا قلت كده ليه؟ عادي، هو كده فينا الشر. لا على فكره مش كده خالص، طارق جالي هنا وكان متضايق ومكتئب ومخنوق، فانا نصحته يعني يبعد عنكم شويه عشان يقدر النعمه اللي هو عايش فيها. النعمه؟ او النعمه عشان يعرف قيمتك ويقدرك ويعرف قد ايه كان قراره غلط انه يبعد عن البيت. هو انت في ام زيك؟ ولا في حنيتك؟ ولا في طعامتك؟ ولا في اخلاقك؟ مفيش. مش كده والنبي؟ اه اصل انا كنت عايزاكي تيجي فقلت ابعتلك مع بليغ عشان انا قلت بليغ هو البلاوي. اصل البلاوي بقولك ايه، ده مولعاتي اصل البلاوي، لكن وديني النبي على جثتي انه يقف بيني وبين عيالي بيعصيهم عليا الواطي. حاضر حاضر، اهدي 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 اهدي. ايوه. مفيش، انا كنت عايزه بس اقولك حصل ايه مع طارق مش اكتر. بس طبعا واحده في ذكائك وفي نباهتك وفي حنيتك وفي شياكتك وجمالك اكيد كانت هتعرف لوحدها وتجيلي من نفسها. ايوه اوعاكي تكوني بتكيسيني يا بت. لا يا مدام يسريه خالص والله لا. بصي يا مدام يسريه، والله طارق هيرجع لك من نفسه، بس استني شويه. صحيح؟ اه بس قولي لي حاجه. نعم. تعرفي ايه عن بليغ؟ واطي وملوش خير في اهله وسابنا وسافر وعايز يرجع ياخد كل حاجه ويتجوش على كل حاجه، لكن ورحمه جوزي الطاهر الجدع اللي ما بيقبلش قرش حرام وانا زيه وحج 4 مرات، لا هفضل في ظهره عامله زي الشوكه ويوريني هيعمل ايه.